السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من اليوم الثاني على التوالي من أرض معرض بغداد الوطني وأكيد معرض الكتاب في قاعة بغداد. هذا المعرض يستمر من الساعة 10 صباحا إلى 10 ليلا إلى يوم 27 بالشهر. هذه فرصة لكل عوائلنا أنه يجون ويشوفون الإصدارات والكتب القرطاسية، وإحنا مقبلين على إن شاء الله مدارس وكليات معاهد، الكل راح يستفاد، الكل اللي محتاج مصادر فرصتكم هنا. في أيضا خصومات، أكو ديسكاونت اللي سووه من وزارة الشباب والرياضة، تشتري قسيمة ب 25,000 و تختار مجموعة من الكتب، حتى لو كان سعرها غالي تقدر تشتريها ب 25. وأول موقعين البارحة شفنا السيد محمد الشاع السوداني كان أول واحد اشترى هذه القسيمة، تعالوا موجودة في بوث الخاص في وزارة الشباب والرياضة. أيضا كل مكان راح نروح له أحصل وياكم لقناة الأيام ديسكاونت، فخليكم متابعينه. نبدو وياكم مع أحد الزوار للمعرض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك. أهلا وسهلا. مساك. تعرف عليك؟ عماد المسافر، باحث بالشأن السياسي. يا اهلا وسهلا. اكيد انتم اليوم هذا لك يوم للاستمتاع والبحث كل ما هو جديد، ودائما الباحث بالشأن السياسي يبحث كل ما هو جديد، ينمي واكيد يوسع افاق تفكيره. شنو رايك اليوم؟ يعني حقيقة فعالية معرض الكتاب فعالية مهمة، المواطن العراقي مو حصرا البغدادي تعود على هذه الفعاليات وتكررت بنجاح مستمر. الفعالية مهمة على الوسط الشعبي وعلى الوسط الأكاديمي وعلى مختلف الأوساط. القضية أيضا أكو قضية هذه ما مختصة بجانب معين أو بفئة معينة، من تجي للمعرض راح تلقى مختلف الفئات العمرية، مختلف الطبقات، مختلف التخصصات، سواء كانت سياسية، تاريخية، دينية، اجتماعية، حتى للأطفال. مهم جدا أن تكون هذه الفعالية يعني تتعشق بمجتمع العراقي. القراءة يعني فالثروة مهمة جدا. خلينا نشوف السياسي مثل ما سألتك، أنت شو راح تنمي قدراتك وتفكيرك، توسع من آفاقك؟ مشاركة 14 دولة ب 450 دار نشر موجودة، شلون استفادت؟ يعني هسه احنا ما نريد نقول انه القراءة الإلكترونية ألقت بظلالها على الكتاب الورقي، هذا موجود، لكن يبقى الكتاب الورقي إلى قيمته وإلى يعني نوعيته، أو خصوصا القارئ متعود على هذه الطريقة أو هذا جو القراءة الورقية. الدول المشاركة مهم جدا ان نطلع على ما تم طرحه بهذا المعرض، يعني ما تغنينا القراءة الإلكترونية او مواقع التواصل او حتى مواقع الإلكترونية اللي تنشر عليها اخر الكتب، اخر الابحاث، اخر المقالات، ما تغني عن هذا الكتاب الموجود الان بهذا المعرض. إلى رواده ومحبين للكتاب، يبقى هو من أول ما قرأنا بالكتاب فنرجع للكتاب، لأن هذا المصدر اللي يوثق. فجأة وطو خبر راح ينقطع الانترنت عن العالم مدة أشهر، زين احنا شلون نعزز أفكارنا، نستفاد أكثر، شلون نتواصل مع الكتاب المؤلفين؟ أكيد هو الكتاب. أكيد الكتاب، يعني يمكن هذه المقولة لا زالت راسخة أنه مصر تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ. اليوم العراق مو يقرأ، يقرأ بشراهة. احنا نشوف مثلا هذه العادة المستمرة لشارع المتنبي، هذا المتنفس الثقافي، هذا لم ينقطع بمختلف الظروف، مر ظروف عديدة على المجتمع العراقي، بقى شارع المتنبي وبقت رواد شارع المتنبي، وبقوا هاي الرواد ينتظرون بلهفة افتتاح معرض الكتاب. شكرا لك، وان شاء الله تلقى الشيء المناسب اختصاصك. الله يحفظك. اكيد مستمرين مشاهدينا مثل ما تكلم الاخ، واكيد هذا المعرض هو مصدر رزق للكثير، حتى مختلف الاختصاصات موجوده ويانا. اخونا دائما نشوفه بالمهرجانات ايضا يسترزق ويستفاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم انت متطوع. نعم. شنو تشتغل هنا؟ انا اشتغل هنا بالشاي. وأشكر دولة رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة محمد الشياع السوداني على هذا الموقف إلى معرض بغداد الدولي والدعم إلى الكتاب. حاضر. إن شاء الله إن شاء الله. وأنت كل مهرجان تجي هنا إن شاء الله تقدم خدمة الشاي، وهذا مشروعك، وإن شاء الله نشوف عندك ماركة خاصة بك للشاي. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك وموفق، والله يرزقك إن شاء الله. السلام عليكم عمو، شلونك؟ شخبارك؟ أول وحدة بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله الايام بيكم يعني منوره ان شاء الله. الكادر كله والولد. انت تحب الكتب دائما تجي؟ انا احب الكتب واحب العراق. انت مثل قبل شوي قلت 14 دوله جايه، انا يهمني العراقيين كلهم يجون هنا. ان شاء
لان احنا من بابل، وهاي رساله اهل بابل، اتمنى كلهم يجون يعني بابل ومحافظات، لانه هاي فشي حلو. الدوره 23 كانت شوي اقل، هاي افضل 24، وان شاء الله 25 افضل، لان العالم تجي تطلع تشوف ما شاء الله. كل سنه تجي؟ انا كل سنه اجي اكثر من يوم اظل. شنو لقيت كتب مصادر؟ مصادر كلها زينه يعني. والله احنا ما اشترينا لحد الان، جاي نبحث على يعني احنا نثقف للعالم تجي تشوف. والله بالذات الطلاب المدارس. بالك فد موضوع معين جاي تبحث عنه؟ والله بالي ان شاء الله اريد العراقيين كلهم يجون هنا. هذا والله بدون مجامله، وتحيه ان شاء الله كادر الايام كلهم. تحياتنا لك عمو من بابل، شكرا جزيلا لك. وشكرا للايام كلها. الله يحفظك. اكيد من عمو يدعو كل اللي يشوفنا الان يجي لي المعرض ويستفاد ايضا. وان شاء الله اللي يبحث عن مواضيع مختلفه اكيد راح يلقاها هنا في المعرض، اللي موجوده الاختصاصات كلها. شكرا عمو، السلام عليكم. الله يحفظك. تفضل عمو، هنا شلونك؟ بعرف احكي. اوكي، شنو لقيت؟ لقيت كتاب معين شوي امام الكاميرا؟ اي الحقيقه تفضل. لقيت بشكل خاص يعني ما يخص الادب. اي اخذت 5 مجاميع شعريه. ما شاء الله. اي شاعر تحب؟ اكو شاعر حقيقه مزيون وكتب من خلف الاسوار. ما منع ما منع. كتب 3 مجاميع شعريه. فاخذتهن. اي اشوف يعني مقدار تجربته خلف الاسوار، رغم هو شاعر وناقد معروف يعني اسمه سعد المظفر. عفوا، من اصول البصريه، بصراوي عايش ببغداد والان مديون بسليمانيه. ف حتى تكتمل الصوره عندي انا متابع له. الله يفرج عنا. زين، انت شنو تحب بعد؟ شنو تحب غير الشعر؟ والله غير الادب والشعر الفكر، الفكر كتب الفكر، لو غير الكتب القصدي غير الموجود هنا بالمعرض، كتب الفكر، بعض الكتب الدينيه الحديثه. نعم. والادب. زين، اكو قسيمه شراء ب 25,000 في وزاره الشباب والرياضه، تفيدك وتساعدك؟ اعرفها هاي مال الشباب، بس هي تخص الشباب. لا، الفئه عمريه محدده. يعني من اولادك ممكن، لحد 35 سنه. اي ممكن اولادي اعتقد عندهم صوره عن الموضوع. وراح اتابع وياهم. ان شاء الله. وانت ايضا انت تستفاد عمو. شكرا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. صحيه خاصه للشباب اللي من عمر 18 سنه الى تقريبا 35 سنه، لكن الاهالي يقدرون يستفادون منها، يشترون ابنائهم ايضا هم يستفادون. اكيد احنا مستمرين وياكم في تغطيتنا هذه المباشره. خلينا نتقدم شويه زميلنا مصور لمختلف الدور اللي موجوده هنا بمختلف الدول، من قلنا من 14 دوله، بمصادرهم، بامتيازاتهم، بمشاركاتهم ليست أولى. يعني أقل واحد دا أسأله يقول أنا دا أشارك هاي المرة الثانية أو الثالثة في المعرض وأشوف شنو موجود. وصراحة اللي موجود واللي يطرح هو بالمستوى المطلوب ما شاء الله، لأن دا أشوف كل الموجودين دا يستفادون. يعني ما شفت أحد ما استفاد أو اشترى كتاب حتى لأولاده. السلام عليكم سيد. سلام. أهلا وسهلا. عرف عليك؟ سنور. أنا جاي من أمريكا، فدائما كنت اشوف المعرض اشوف يسووها بالسوشيال ميديا، فكنت كلش حابه اجي اشوفه. والحمد لله هسه صار اول مره تجين يعني المعرض؟ اي اول مره اجي، بس دائما اتابع على السوشيال ميديا انه شنو الابديت مالته، وهاي كلش عجبني. فالحمد لله هسه جيت بوقت مناسب. زين، شنو اللي عجبك بالمعرض؟ نفس ما توقعتي؟ واحلى يعني، واحلى كلش هواي اشياء يعني، ايش قد ما نقعد نشوف كلش قليله يعني. شنو اختصاصك انت؟ بشنو تعملي؟ انا مجال الطب. جيتي اكو كتب علميه هواي؟ اي كلش اكو، كلش حلو. انه يعني انا دراستي بالانجليزي، فهسه انه شفت كتب بالعربي كذلك، فشوي يعني انه ساعدت. اي ساعدتني كلش يعني، انه اي فكلش حبيتها. اكو قسيمه شراء 25,000 من وزاره الشباب والرياضه، تقدرين تستفادين من يمها وايضا تشترين الكتب بهذا المبلغ قد ما تقدرين. كتب عمرك ان شاء الله مقبول. حلو. اي عمرك مقبول. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حبيبتي للجميع ان شاء الله. شكرا لاختنا من امريكا، وان شاء الله كل الموجودين يشوفونا كل دول العالم يجون خلال هذه العشرة ايام حتى لو كانت زياره. اكيد البعض من يجي سائح للعراق يودوهم للمتنبي، هنا اغلب رواد المتنبي موجودين هنا بدور الكتب مالتهم والنشر ومشاريعهم. اكيد مستمرين. السلام عليكم. السلام عليك استاذ الاعلامي موفق الخطيب. يا
يا اهلا وسهلا استاذ موفق، شو رايك بالمعرض وهذا المهرجان الشبابي لكل الفئات العمريه اللي موجوده اليوم فرحانه بوجودها بالمعرض الكتاب؟ اكيد اليوم افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير اللي تحتضنه مدينه بغداد، مدينه الثقافه. فبغداد هي يعني المأخوذ عليها هي بغداد التي تقرأ، كما يقال بيروت تطبع والقاهرة تكتب، العفو القاهرة تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ. فهذا معرض ظاهرة حضارية رائعة وكبيرة تلتم بها معظم الدول العربية لإظهار الثقافة الحضارية الرائعة التي يتميز بها المواطن العربي وبالأخص المواطن العراقي، فهي فرصة حلوة للاطلاع على آخر مستجدات طبع الكتب الحديثة. شنو اللي تحب تطلع عليه أكثر؟ أي مادة بالضبط؟ والله أنا ما عندي تخصص في هذا في مجال معين، بس يعني كوني إعلامي فحاول يعني أتطرق إلى كثير من الكتب هي لزيادة المعلومات وتعزيز الثقة. بعد أن هسه دخلت مصالي يعني تقريبا ربع قد من 10 دقائق. إن شاء الله تلقى الشيء اللي يفيدك. شكرا، أتمنى لكم الخير والموفقية دائما. شكرا موفق، شكرا جزيلا لك. أكيد مستمرين مشاهدينا الأحبة بتغطيتنا هذه المباشرة من أرض معرض بغداد الدول للكتاب دورة 24، مشاركة 14 دولة و450 دار نشر وطبع. خلينا نشوف أغلب الشباب موجودين. خلينا شوي ننتقل مصورنا لدار لندن للطباعة والنشر. هذا الدار اللي جاء من بريطانيا، مختلف الكتب الموجودة والمصادر. طبعا هو يجسد رحلة ثقافية من لندن إلى بغداد. خلينا نعرف أكثر التفاصيل مع الأستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صحة. أنا قلت إنه هذه رحلة ثقافية جايتنا من لندن إلى بغداد، فسر لي أكثر. طبعا إحنا دار نشر عراقية لكنهم مقيمين في لندن، معنيين بنشر الكتب باللغتين العربية والإنجليزية. هاي مشاركتنا الثانية في معرض بغداد الدولي. شنو زادكم اليوم؟ عفوا عيد السؤال. مشاركتكم هذه الثانية شنو اللي زاد عن المشاركة الأولى؟ جبتوا مصادر جديدة؟ طبعا الأولى كان انطباع شفتوا الموجود. هو هذا اللي أقول، الجهة الأولى انطباع عن نوع القارئ العراقي شنو يحتاج، واللي قدرنا نتعرف على هالناحية واللي أخذنا بنظر الاعتبار في هاي الجهة. لأنه إحنا حقيقة لأنه في لندن، ولندن تحوي على طبقة راقية جدا من المثقفين العراقيين ونخبة عالية الجودة، تحمل أساتذة باحثين أدباء بكل النواحي الأدب والثقافة العربية. إضافة لذلك نجد ذول العراقيين يحملون الهم العراقي، يعني الشيء يصير بالعراق هو لو يأرخ له، لو يعني دام على تواصل. لذلك احنا اعتقد في وسيلة تربط كجسر بين العراق وبين لندن، او بين الغرب وبين الشرق بنفس الوقت. مصادر موجودة باللغتين؟ مصادر موجودة نترجم الى من والى اللغة العربية. طبعا هذا ما يعني انه دارنا مختصة بالكتاب العراقي، عندنا مساحة واسعة للكتاب العربي، عندنا الكتاب المغربي، عندنا الكتاب التونسي، عندنا الكتاب السوداني، الأريتري، عندهم الأريتريين عندهم ثقافة رائعة باللغة العربية، ويكتبوا القصة ويكتبوا السياسة ويكتبوا المذكرات والتاريخ. الكتاب السوداني، عندنا الكتاب السوري، اللبناني، المصري، العراقي، السعودي، يعني كل مختلف الدول العربية يكتبون عندنا. ليش؟ لأنه لندن تتميز بأنه بلد الحرية، القيود بيه قليلة، يبقى القيد الأخلاقي أو اللي إحنا ملتزمين به لقبول اي كتاب هو هذا القيد الحقيقي اللي يمسكنا. اهم المصادر اليوم اللي جيتوا بها؟ طبعا اكثر هي عباره عن كتب بها دراسات او ذاكره عراقيه. مجال الادب يمكن عندنا الروايه، عندنا لكاتب اكثر من روايه ارخت لاحداث صارت بالعراق قريبه لكي لا تنسى من الذاكرة العراقية، لأنه إحنا شعب ممكن أن يكون ينسى. هذا الشخص مثلا أرخ إلى سبايكر
وكتب قمرنا احمر على سبايكر، ارخ لتفجير الكراده شموع على اصفه الكراده، ارخ للانتفاضه سوى اجنحه في سماء بعيده، وكتاب اخرين مثل الدكتور صلاح نيازي والدكتور رشيد الخيون كتب عن الحضاره العراقيه وكيف المجتمعات بالعراق، هل التعايش هذا السلمي اللي موجود بينها كيف هو موجود؟ ليش ذلك اقول انه العراقيين يحملون هذا الهم العراقي فيكتبون عن العراق ويخلون هذه الاشياء ما تنسى من ذاكره الشعب العراقي. انا عندي بس نقطه واحده اضيفها، احنا كدار نتميز عن غيرنا يمكن باكثر من نقطه، واحده النقطه الاساسيه انه احنا نمتلك دائره توثيق، ملزمين انه نوثق كل كتاب يصدر من عندنا في يعني افضل الجامعات البريطانيه اللي هي جامعه كامبريدج وجامعه اوكسفورد ومكتبه اسكتلندا وجامعه ترينتي في ايرلندا وجامعه ويلز والمكتبه البريطانيه، ملزمين ان تروح نسخه من كل كتاب يوجد في ارشيف هذه الجامعات لكل كاتب عراقي او غير عراقي اي اصدار يصدر من عندنا. هاي نقطه. النقطه الاخرى، احنا عباره عن مكتبه نطبع ب اي كميه يحتاجها القارئ الكاتب عفوا المؤلف، لانه عموما المؤلفين او الكتاب وضعهم الاقتصادي يكون ضعيف، فهاي الاشياء اللي اعتقد احنا فيه، توجد نقاط اخرى لكن هذا فد شيء مختلف. شكرا شكرا لكم، موفقين دوما. الله يحفظكم، اكيد مستمرين وياكم احبه المشاهدين. تفضل. السلام عليكم. السلام الله. عرف عليك. علي عمر. علي، شنو تعمل؟ طالب. طالب سادس منظم حفلات نفس الوقت. يعني هسه نجحت للسادس ان شاء الله؟ لا ان شاء الله، يعني عدت السنه. ما حصلت معدل زين. قد كان؟ ما كمل يعني، كنت مكمل يعني اكمال عندك او تاجيل دروس؟ تاجيل الفيزياء والكيمياء عدت السنه. يلا ان شاء الله موفق بالجايات. ليش جاي اليوم؟ مو المفروض تقرا؟ يعني تستعد للسنه الجايه؟ وانا شلون كان مستعد للسنه الجايه، استعداد الدراسة هاي. قلت انفه على الروح شويه واتونس قراءة الكتب. يعني صار يعني ما صار لسنتين اقرا كتب بس. فيعني هذا المعرض كتاب معين زين لك؟ حتى هسه ما الاقي. ان شاء الله تنقل الاختصاص اللي تريده واللي تبحث عنه. وجاي ادور على البايو، على كتب البايو العلميه. الكتب العلميه موجوده ان شاء الله تلقاها. شكرا لك، موفق ان شاء الله. راح نستمر وياكم اكيد بجولتنا هذه من معرض بغداد للكتاب، لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، احنا هسه بدار النشر اللبناني بمختلف المصادر الموجوده، روايات تاريخيه حتى مستقبليه. انا الاحظ واقرا بالموجود. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله. الله وسلم. حسن كمال، مندوب شركه المطبوعات للتوزيع والنشر لبنان. هاي ايش قد المشاركه؟ كم؟ نحن ما انقطعنا ولا مره، حتى كنا نشارك احيانا مرتين بالسنه. يعني موجودين تقريبا من 2010 من بعد الازمه وبدايه اول معرض للكتاب في بغداد كنا موجودين. اكيد عندكم فكره عن ما يقرا الجمهور العراقي، لذلك اعددتم الموجود، فما هو الموجود بحقيبه اللبنانيه اليوم؟ بطبيعه الحال القارئ العراقي هو يعني قارئ نهم وقارئ متنوع الافكار. نحن يعني سياسه النشر عندنا للكتب الاصدارات اللي عم تطلع جديده يعني تتماهى مع القارئ العراقي، كون عندنا مجموعه كتب كثير مهمه من المذكرات الرئيسيه الاساسيه للحكام او المسؤولين اللي غيروا طبيعه هذه الازمه اللي كنا مرقنا فيها، مذكرات رسميه مثل مذكرات هيلاري كلينتون، جورج دبليو بوش، مذكرات توني بلير، مجموعه كثير كبيره من المهم، بالاضافه للكتب الحروب ودراسات عن الحروب وخصوصا اللي صارت بالمنطقه وبالعراق. بالإضافة يعني نحن متنوعين جدا حتى بموضوع الكتب الأدبية، نحن عنا وكالات حصرية مثل وكالة المؤلفين كبار مثل باولو كويلو، مثل مؤلفين جين ساسون، هالمجموعة كثير كبيرة مهمة يعني بتستحوذ على القارئ العراقي دائما نحن وياه على تماس. شكرا جزيلا لكم، موفق. سهلا فيكم، شرفت. ما اريد اعطلك عن عملك لان هو الوحيد موجود والناس دا تجي. شكرا جزيلا، اكيد مستمرين وياكم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ موفقين ان شاء الله. اكيد احنا مستمرين. خلينا ننتقل الى بيت الحكمه، معروف انه بيت الحكمه العراقي بمختلف المصادر الموجوده العراقيه ودائما يتواجد بهكذا مهرجانات. السلام عليكم، شلون الصحه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تفضل النايب. تعال ابوي.
احنا طالعين بث مباشر في قناه الايام الفضائيه نشوف بيت الحكمه اليوم شنو اعد لمعرض بغداد دول للكتاب. احنا بيت الحكمه كل سنه حريص على ان يشترك في معرض الكتاب لانه ملتقى ثقافي ومهم كلش مهم. فهالسنه عدينا الى من وقت يعني وجهزنا كتبنا وجينا وحضرنا حتى عروض، عرض خاص كتاب بلف. نعم. هذه الكتيبات موجوده. احنا عندنا كتب هذه شويه اصداراتها يعني قديمه، ف خفضنا اسعارهم في سبيل يعني توصل لل مواد جديد عند بيت الحكمه. احنا عندنا 8 اقسام دراسات يعني، فكل قسم يصدر عناوين جديده. عندنا هسه هاي الموسوعه العراق في تاريخ اقتصادي 8 اجزاء، يعني هسه الجزء الثامن والسابع هذا جديد نعتبره. عندنا تاريخ الوزارات العراقي بقسم الدراسات السياسيه هذا 10 اجزاء يتكلم عن تاريخ الوزارات من 58 ل 68. عندنا يعني ما شاء الله هذه اي مصادر تفيد لكل القراء وال يعني الطلاب الدراسات العليا. عشت ايدكم، كل ما هو جديد موجود في بيت الحكمه هنا المكان بالتحديد. حتى احنا بيت الحكمه اي 2 بالضبط. ذكر لي الاي 2 هنا مقسمه الى عده اقسام، كل جانب بي بحرف، اما اي او اي و 1 او 2 تشوفون كل مكان يعني موجود على التواصل الاجتماعي محدد مكانه وين بالضبط، واكيد تسالون تلقون المكان. شكرا لك. شكرا استاذ. السلام عليكم. شلونك استاذ مظفر؟ الله يخليك. شلون صحه؟ الله يسلمكم. شكرا لحضوركم. طبعا اليوم احنا نقيم كثيرا الجهد اللي تقدمه قناه الايام صراحه متابعتها للحدث الثقافي، خصوصا الحدث الثقافي الاكبر اليوم هو معرض بغداد دول الكتاب الدوره 24. نحن في بيت الحكمه شاركنا بجناح مميز حقيقه، لاننا في هذه الدوره ضمن الجهات الراعيه والمؤسسات الراعيه للمعرض، فبالتالي اولينا اهتماما خاصا في هذه الدوره. قدمنا كثير من التخفيضات على كتب والاصدارات والمجلات العلميه التي تصدر عن بيت الحكمه، وهي عاده تعبر حقيقه عن راي كثير من العلماء والمبدعين واساتذه الجامعات المرتبطين في مؤسسة بيت الحكمة. الله يحفظكم، وإن شاء الله المزيد من التقدم والإبداع وتواجد لبيت الحكمة. شكرا لكم، وشكرا لمتابعتكم وتغطياتكم الحريصة دائما على إظهار الوجه الحضاري والثقافي للعراق. الله يحفظكم، شكرا لكم، موفقين دائما. موجود عندهم عروض وممكن أيضا يساعدون. بيت الحكمة هو معروف بكمية الكتب اللي موجودة، اللي يبحث عن المصادر فموجود مثل ما ذكر بأيوان. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ خلينا نشتغل نسلم عليك. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. اعرف عليك استاذ. دكتور حسن عبيدي. اهلا وسهلا. دكتور حسن شلونك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. هاي جايتك الاولى المعرض؟ هاي اول جايه لي اول مره. شنو انطباعك على الموجود؟ ما عندي اي انطباع، لان هسه الان بس رحت الجناح المغربي. اي هو المستضيف المغرب اكيد. اي ورحت على جناح وزاره الثقافه بنعني الاخ قال يسوي اللقاء ممنوع تفوت منه، عرفت الكتب ما باوعت بها. جيت الجناح المغربي لقيت كتابين من كتبي معروضات. لا سمحتي لي. كتابين من كتبي معروضات، فالرجل اللي مفقودة عندي في المكتبة بالبيت يعني نسخ قليلة، هي موسوعة المكان 3 أجزاء. أي تقصد بالمكان؟ المكان البليس هذا اللي كذا، بس رأي الفلاسفة بالمكان هل هو موجود؟ هاي الفلسفة اليونانية بالتحديد؟ والإسلامية وابن سينا. وصلت لابن سينا وتوقفت على امل ان اكمل الموسوعه واوصل بها للعصر الحديث. بس بظروف العمل وكذا تاجلت شويه. بس هي اقصد بالمكان يعني شلون فهموا الفلاسفه المكان؟ هل هو مكان بعد؟ هل هو مكان حاوي؟ لا ما له علاقه بالطاقه. هل هو سطح نسير عليه؟ هل هو بعد؟ هل هو حاوي للاشياء؟ وراي افلاطون وارسطو وابن سينا والفارابي والفلاسفه القدماء كلهم. وكتبت تروحتي بالماجستير هي اصلا عن المكان عند ابن سينا. فصار مشروع استمريت به وكملت به على ان انا اضيف شيء للثقافه. اي ان شاء الله. وعندي كتب اخرى ايضا معروضه عندهم بهذا الجناح المغربي، عن كتب فلسفي عن الفارابي عن ابن سينا عن فلاسفه مسلمين معاصرين. شكرا
شكرا لك دكتور حسن، موفق دوما ان شاء الله اصدار جديد للدكتور في الجناح المغربي. ذكرنا المستضيف ليش؟ لان اليوم احنا بضيافه المغرب، اليوم احنا نعزي اهلنا في المغرب. هسه شويه نتقدم لهم ان شاء الله بعد الفاصل حتى نعرف اهم المصادر الموجوده عندهم وما يطرحون لهذا العام، لان هم كل سنه يشاركون في المعرض. السلام عليكم شباب، تعالوا تعرف عليكم. مرحبا، شو اسمك؟ علي. علي ويتقدمنا علي رضا. رضا اي صف؟ خامس. راحت للسادس علمي. موفق ان شاء الله، مستعد للسادس ان شاء الله. جاي ادرس انا حاليا بصيفي. عاشتي لك. زين، شفتوا كتب، شفتوا مصادر معينه، طلعتوا، شنو رايكم بالموجود؟ والله صراحه شيء جدا جميل حقيقه، مباادره جميله من وزاره الشباب والرياضه. مبادره القسيمه اللي اشتريتها، القسيمه من وزاره الشباب والرياضه مجانا الطهن. وش كم كتاب راح تاخذ؟ حسب الكتب اللي اريدها. يعني تقريبا قالوا لك عدد معين؟ لا لا، مو على عدد معين، على العدد ال 25. يعني هو القسيمه مو على 25,000، هي مبلغها 25، تشتري كتب 25. انتم للشباب مجانا يعطوكم اياه. اي اخذت وحده والاخ اخذ وحده، راح تستفادوا ان شاء الله. راح تشتري اشياء خاصه بدراستك لو شيء؟ لا صراحه مفكر انه اشتري كتب فلسفيه او فكريه، يعني من هاي الشغلات، ما راح اشتري اشياء تخص دراستي. شكرا لك. وعلي ما سمعنا، رضا ابد ما سمعنا ولا تسمع. شو رايك رضا؟ هم اشكر وزاره الشباب والرياضه على هاي المبادره، شوفها خطوه زينه لتثقيف الشباب. اما على مساله الكتب اللي انت تحبها سياسية. ما شاء الله. نشوف هنا الباحث السياسي. ان شاء الله. كل ما هاي يحكي لي تاريخ العراق 5 مرات، كل ساعة يحكي لي اياه. خليه انت ساعده. لا بالعكس، كيف هذا شغلي؟ ان شاء الله موفقين اخواني، الله يحفظكم، شكرا لكم. اكيد هذه المستفيد منها مثل ما ذكرنا الشباب من عمر 18 الى 35 تاخذونها، هذه مجانا قيمه 25، تشترون كتب على 25. اولادكم ايضا ياخذوها، الكبار يقولون احنا ما مستحقين، اكيد اولادكم ياخذوها، تقدرون انه تستفادون منها. لكل شخص مبادره جميله، ولاول مره تطرح في معرض بغداد الدول للكتاب بهذه الفكره الجميله، واكيد استفادوا منها شبابنا. حتى الاغلب انا دا اشوفه الاول يروح على البوث الخاص للوزاره ياخذ هذه ويستفاد. السلام عليكم سيد. هلا وسهلا بك. ايش تعرف عليك؟ الله ايام رشيد. يا اهلا وسهلا. متطوعه مشاركه؟ لا ناشره. اها. شنو شاركت بشنو؟ شاركنا بدار النشر مالتنا. شو اسم الدار؟ ايام. ايام على الايام. شنو اهم مصدر؟ اسمي ايام. انت على اسمك؟ على اسمي. حلو، شنو موجود بدار نشر الايام؟ والله دار نشر ايام بروايات، بقصص، بشعر، عندنا كتب تاريخ، عندي فلسفة، يعني دار متنوعة. يعني كتب جديدة تطرح أم إعادة نشر لكتب؟ لا كتب لكتاب عراقيين وكتاب بعضهم عرب أيضا. أنت أول مرة شاركتي لو شاركتي سابقا؟ لا إحنا هاي 5 سنة شارك. ما شاء الله، كل سنة شنو اللي جديد جديد ممكن يفيد الناس؟ شوفين، لأن تعرفين كل انطباع سنة على سنة ممكن تتغير شوية. بالنسبة لهاي السنة عدد دور النشر أقل، دور نشر أجنبية ماكو، يعني أي كلش نهائيا ماكو تقريبا. يعني أكو هواي أشياء، توقيت شوية إرادة. مناسب قبل الدراسة أنا أشوفه مناسب، أنت شو تقولي؟ لا تسويقيا غير مناسب. شلون؟ يعني أنت هذا دراسة تسويقية؟ لا مو مسألة دراسة تسويقية، بس القدرة الشرائية للناس خلال فترة توزيع الرواتب تكون أعلى. فإحنا نعتمد عليها يعني حتى بالسوق الاعتيادي. يعني لو بوقت الراتب اعطيه؟ ايه يكون يعني افضل. يلا اوكي، فكره حلوه ترى. ممكن تطرح بالدورات القادمه ان شاء الله. شكرا، 6 ايام موفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يخليك. اكيد مستمرين، لكن خلينا ناخذ فاصل بعد راجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا من جناح المملكه المغربيه حتى نعرف اهم الاصدارات الموجوده وشنو بجعبه المغرب. السلام عليكم ست. وعليكم السلام حبيبتي، الحمد لله. انت شلونك قلبي؟ الله يخليك. اريد اعرف شنو اهم الاصدارات الموجوده هنايا؟ كل الاصدارات تقريبا موجوده، عندنا اصدارات روائيه وبالشعر وبالفلسفه بالفن بالتاريخ، تقريبا التاريخ المغربي كله موجود، فالاصدارات انها متنوعه والاقبال عليها هو جيد جدا. اغلب الاصدارات هي دراسات اكاديميه عندنا بالقانون هنا بالفلسفه، والاقبال عليها ممتاز.
تمام، شكرا جزيلا، موفقين، ما اريد اعطلكم، عليكم شغل هوايه، ممنونه. خلينا نستمر وياكم، ننتقل الى العتبه الحسينيه المقدسه واهم ما موجود اكيد في جناح العتبه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ، تفضل هنايين. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا وسهلا. خلينا نتعرف اهم الاصدارات الموجوده في جناح العتبه. أهم الإصدارات، طبعا الإصدارات هي كلها مهمة، إصدارات كل هذه الإصدارات مختلف عناوينها هي من إنتاجات العتبة. هذه أكثر من 600 إصدار مختلفة العناوين موجود داخل جناح العتبة. مشاركتنا بمعرض بغداد الدولي، يعني معرض بغداد الدولي مهم للكتاب والإقبال عليه واسع للرواد. أما الإصدارات فإصدارات أكو كثيرة، أهم الإصدارات هي من عندنا مؤسسة الدليل، إصداراتها كلش مهمة. عندنا قسم الشؤون الدينية تفصيلية عن الحياة، يعطيك عن المعلومات. فالحمد لله أكو هناك هم كتيبات، أكو إصدارات مهمة تخص الشهداء، شهداء الفتوى، ما دار يعني في حياتهم عن ما قبل الفتوى وما بعد الفتوى وأثناء المعارك، فمؤرخة هاي من قبل العتبة الحسينية المقدسة. الإضافة لهذا العام إضافة العتبة الإصدارات حول شهداء الفتوى، أم في إضافات أخرى؟ إضافات أكو من ناحية الكتب، إنما الشهداء فهي يعني استمر أثناء الحرب كانت، فصارت تأرخت عن حياة الشهداء فقط. طيب خلينا نتكلم شوي عن الأسعار. الأسعار حسب التوجيه المستمر من قبل الإدارة العليا بالعتبة الحسينية المتمثلة بسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي والسيد الأمين العام، الأسعار مدعومة، والهدف هي معروف عند جميع العتبة، ليس جهة ربحية، إنما الأهداف أهداف معنوية وأهداف دعم للقارئ ودعم للرواد، لرواد المعارض. سنتم شكرا، مباركة جهودكم وجهود العتبة الحسينية. خلي استمر وياكم، ننتقل إلى مكان آخر. السلام عليكم. شنو الدور عن والله ندور على كتب قانونيه تختص بموضوع الشركات. قانوني؟ قانوني، بس نبحث عن موضوع الامن السيبراني باعتبار من ناحيه تجاريه، لكن الموجود ده اللحظه انه اغلبه على باعتبار جاء انه المصادر قانونيه، البعض كاتب مصادر قانونيه. رحت سالت؟ رحت طبعا، طبعا اكو معاونه من عندهم، اكو تعاون، التعاون من عندهم جيد، لكن احنا يعني انا موضوعك موجود مو كتاب، انما ضمن الكتاب موجود هذا الموضوع. مضبوط مضبوط صحيح، هو يعني الموضوع مال باعتبار الامن السيبراني اكثر متطرقين من الجانب الجنائي والجزائي، لان يعني هو موضوع عام، بس احنا نريد نبوبه من موضوع تجاري الشركات، اللي هي دور الشركات اللي هي تقوم بهذا العمل. هذا راح يفيدك في مجال عملك؟ لا انا يعني باعتبار اكتب رساله ماجستير. اي نعم اي نعم، فالموضوع جديد، ولهذا نعاني شوي بموضوع ال انت مختار موضوع صعب. اي نعم. ان شاء الله تلقى زين غيره. شنو لو جاي بس اليوم على المصادر؟ بس على هذا الموضوع، بس على هذا الموضوع. ووقتها يعني بدأت تشوف انه تختار مثلا كتاب معين وبعدين تقرأ بوقت فراغك؟ والله للأمانة هو هذا اللي هسه مثل ما يقول مصب تفكيرنا بالضبط. اي شنو رأيك؟ والله الكتب اللي موجوده، انا طبعا اختصاص دكتوراه قانون جنائي، فالكتب اللي موجوده هنا أنا كلها يعني شبه حديثه، بس الفكره وين احنا ما بدنا نتطرق على مشاكل المجتمع اللي موجوده بكتبنا. اي اللي مثل شنو اللي موضوع هسه اللي مختاره مثلا بكر، موضوع كلش مهم يتعلق بالتجاره، واحنا دوله طبعا حديثه تجاريا، احنا دوله مو قديمه تجاره الكترونيه، تعرفين احنا مأثر علينا الحصار اللي فتره طويله، فصرنا بعزله عن العالم بهذا الجانب، فاغلب المصادر اللي هسه موجوده ما يعني ما موجود بها اي معلومه، ما موجود بها اي ركيزه علميه. يا ريت انه ينتبهون لهالموضوع المكاتب والمعارض الدوليه للكتاب، انه تلاحظ انه اغلب الكتب ممكن تسويقيه. والله هي مو تسويقيه، هي اغلب الكتب هسه عباره عن رسائل ماجستير ودكتوراه، هي مو مفهوم الكتب. احنا الكتاب ترى مفهومه يختلف جذريا عن المفهوم اللي نشوفه هسه، هسه صار تجاري، هو مجرد نشر، هو مجرد انه انا اريد اسمي موجود على هالطاوله. ما يفكرون انه هذا الكتاب هو عباره عن اساس، عن وقت، عن تاريخ، عن
انها الامور الاخرى اللي ممكن الانسان يذكرها. فلهذا دائما بدنا نتطرق للموضوع انه مجرد سوشيال ميديا اي اكثر مما انه ان شاء الله تلقى الموضوع عكس صعب جدا. شكرا وموفق. السلام عليكم. محمد حيدر. شنو تعمل طالب؟ انا يعني هاوي القراءة. ايش عن تبحث عن شنو اي مصدر؟ كتب تاريخية او كتب فلسفة بشكل عام. اي موضوع بالضبط اكو موضوع ببالك؟ لا الموضوع اللي يعجبني ممكن اختاره. بس ما عجبك شيء لحد الان ما عجبك شيء؟ والله انا دا افتر يعني حاليا واشوف ان شاء الله. زين شلون تعلمت او هويت القراءة بصورة عامة يعني من اهلك لو انت من وحدك حبيت القراءة؟ والله هي تجي يعني ويا الايام او ويا الهوايات. بس انا حبيتها بشكل عام من كتيب قريته صغير وحبيت مواضيع القصة القصيرة. ما اتذكر يعني ما حاسبها. صار ايش قد انت صغير تقرا؟ لا مو كلش هواية، 5 سنوات تقريبا. اعطيني فد مصدر معين انت قاري يعني فد عدد معين للكتب قاريهم لحد الان. ما احسبهن بس اكو يعني 5 عجبني بشكل عام اكثر شيء. عناوين يعني. وهنا اللي يظلن ببالي، هنا اغلبها ادبيه روايات يعني. وهنا اللي يعني تركن فد اثر نفسي حلو بالواحد. ما شاء الله عليك، ان شاء الله موفق. وان شاء الله تلقى المصادر او الفلسفه والتاريخ مثل ما تبحث عن الفلسفه والتاريخ بالضبط. ان شاء الله تلقى، شكرا لك ما شاء الله عليه، حتى احكي بطريقه هادئه. ما شاء الله ايش قد احب هذا الجيل الواعي الشبابي اللي يحب القراءه وبنفس الوقت يستفاد من القراءه، مو فقط انه ذكرنا الاخ المحامي ما يعني بنتكلم عن موضوع الكتب التجارية، بعض الكتب انه البعض مثلا يكتبها انه هو مؤلف كتاب، لكن شنو مضمون هذا الكتاب؟ انت اوكي الفت غير يكون يفيد العالم. دا شوف اكو مصادر معينه مثلا هو بحث عن موضوع اصلا متشعب، يراد يبحث اكثر وانا متاكده راح يلقى شيء. السلام عليكم، شلونك حبيبتي؟ الحمد لله عليك. كيف قربنا؟ شنو اسمك؟ ميعاد. ميعاد طالبه شنو؟ اني طالبه وحاليا جيت هنا على مود حفل توقيع هذا اليوم. ما شاء الله، شنو عندك كتابك وين؟ كتابي متوفر حاليا بدار المها ومكتبه شناشيل. اي شنو اسم الكتاب؟ الكتاب رابط ابدي. رابط ابدي فحوى الفكره روايه. اي روايه تتضمن التصنيف الرومانسي والاكشن. كم ورقه هذه؟ كم صفحه؟ تقريب 260. زين شلون لحقتي تكتبي؟ والله شوف انا من ناحيه انه عندي سرعه بالكتابه فكتبتها خلال 4 أشهر أو 5 خلصت الكتاب من ناحيه كتابه وتدقيق. وهذا اول كتاب؟ اول كتاب لي الحمد لله. الله موفقه ان شاء الله. روايه مفيده للمجتمع. ان شاء الله ان شاء الله اشوفك في مصادر قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك حبيبتي موفقه. حبيبتي المشاهدين جولتنا خلصت بسرعه، كانت ممتعه جدا وياكم، راح نستمر وياكم كل يوم الساعه 5 الى يوم 27. شكرا جزيلا حسن المتابعه، تحياتي والى اللقاء.